فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. دورتموند كان سيف مباراة الذهاب ومباراة العودة، باريس سان جيرمان فاز بالمباراة وعدت فرق قامت بمثل ما قامت به باريس سان جيرمان. لم يتكلم اللاعب ان هناك تسمع الاصداء ان كلها ترشح البايرن، انا ارى انه يصب في مصلحة برشلونة على مستوى التركيز ومستوى التحضير، لانه في بعض الاحيان انه فريق كبير لما يضرب في كبرياء بمعنى أن تأتي ردة الفعل كما قال زميلنا ناشر بن عياد، لأول مرة تدخل وتشعر أنه برشلونة غير في أول مباراة من التاريخ الذي فيه أن يشعر أن برشلونة الكل يرشح البايرن، فهذا مهما كانت الباير لما فاز بسبع اهداف ولم يكن مرشح، لتعلم انه هذا بعض الاحيان تشجع اللاعب وكلاعب تشعر بالاهانه بدون ادنى شك، وتعطيك حافز للتركيز على المباراه. احنا لا نعلم ما سيحدث في المباراه، واكيد انه لما اتكلم كذلك على البايرن فريق كبير حتى ولو اذا كان غير مرشح للفوز بالمباراه، فهو قادر ان يفوز بالمباراه مهما كان. لصالح عناصر البارسا في حين هانز ديتر فليك خلونا في الموضوع يا كيكي سيتيان. كرة جول ودافيد ألابا يسجل للبارسا على البايرن. انطلق جوردي ألبا ودافيد ألابا في البايرن. يجب أن يكون هناك من يعبث بالبايرن. زمان منذ 5 سنوات ميسي فعلها بالعملاق بواتانغ، وهذه المرة جوردي ألبا يفعلها بالبايرن، وهذه المرة دافيد ألبا يفعلها بالبايرن. جوردي ألبا لشقيقه دافيد ألبا، وليس شقيقه طبعا. الكرة في القائمة الثانية، جول باليمنى دافيد ألبا من تمريرة من جوردي ألبا على الجهة اليمنى، يرفع كرة خطيرة خطيرة وجول. لا يجب أن يفعلها دافيد ألابا وجيروم بواتانغ، ولو أنه في قضية جيروم بواتانغ فعلها به ميسي، ولكن ودافيد ميسي يستلم هذا دافيد وكذلك اشتدن وخطيرة بالرأس لجنابري يرفع الكرة الراسية ليفاندوفسكي وبيكي في التغطية رجم ناتورو فيدال وسيميدو بتسلل فيدال هاي الكرة ليفاندوفسكي والكرة تفعله في النهاية الكرة مرفوعة تشتيجن في خطة ثانية يلقب كورتو يرفعها عالية الراسية وبيكي نحلية ميلان ليفاندوفسكي جنابري من هنالك استلمها يرجع لي وراح الثمن. خطا فادح من سيرجي روبرتو، جنابري اختفاها وسرقها وانطلق. يا سميدو يا سيرجي روبرتو اختفى جنابري ومررها على يسرى لبيريتشيتشو. جول بيريتشيتشو، جول باليسرى في الزاوية اليسرى، هدفان مقابل هدف واحد للبايرن. بالله عليكم هل ذلك على الجهة اليمنى ليفاندوفسكي بالراس والتغطية من لونغلي الكنطرة اليوم سيرجي روبرتو سيرجي يدخل بيريتشيتشو جول ميسي يرفع كرة خطيرة يبحث عن المنفذ يرفع كرة خطيرة حتى جنابري جنابري بالله عليكم هل هذا بايرن نعم بايرن
27 دقيقة لعب. يا له من بايرن ويا له من بافارين ويا له من ألمان ويا له من سيناريو. 3-1 يا سيتيان من هنا مباشرة على دارك إذا خرج برشلونة. وبالشكل هذا 3-1 يا لونغلي، لعبة نائية ولا أروع بين جنابري وميلار من الممرر مرة ثانية. لا بل غورايتسكا هذه المرة، غورايتسكا وجنابري مر من أمام تحت ومن فوق المدافع لونغلي. خرج من أرضية الميدان بالأربعة ضربوك البايرن في 30 دقيقة لعب. هذه لعبة تاع بلاي ستيشن وليست حقيقة ولا واقع، ليست حقيقة ولا واقع هذا الذي نشهده، لأنه من وحي الخيال. البايرن العملاق بالأربعة يضرب برشلونة بفريق أصغر. نعم هكذا، كيميش وميلار وغول. ميلار يسجل رابع أهدافه في دوري الأبطال. كبابا جوردي ألبا مثل ما جاءت ناحية سواريز والكرة تروح في الركنية. سيميدو سواريز سواريز سيميدو بيريشيتش الكرة يستلمها ميسي، مازال يبحث من هنالك عن جوردي ألبا. راح كيميش 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 لمسة يد لا من هنالك وبواتينغ ومانويل نوير. كيميش يستلم وسواريز وبين جيروم بواتينغ تياغو الكانتارا ليو غورايتس بيد او بارجل البارسا. بعد عن بيريشيتش، بيريشيتش وخروج موفق من تير شتيغن وتصيده بيريشيتش. كيميش من امام غريزمان وفي خطا غورايتسكا. غورايتسكا التصيده دخلة خطيرة بالرأس. التغطية من ليفاندا تنفذ من ميسي وبوسكاس لم يقدر من أمام جنابري. ليفاندا قائمة الثاني وديون ورازو سواريز وغول. سواريز وغول الدقيقة 13. سواريز يعيد الأمل لبرشلونة. 4-2 صارت النتيجة الآن. لعبة رائعة من ليو في اتجاه جوردي، جوردي للويس، سواريز يراوغ بروعة هنا وبيز. يلا با 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 دخل إليكم من النافذة إلى المطبخ. نعم دخل إلى مطبخ برشلونة وجاء كيميش والسجل الثاني الذي فعله ألفونسو ديفيس يبقى في التاريخ. يا سيميدو ماذا فعل بك الصغير الكندي من هنالك؟ أوب الملاومة، راوغ كما تمشى وكيف مشى ودخل وانطلق. توغل أمام الجميع، دخل فدخل ودخل ومضر. وقال من كيميش بالخمسة سلام أمام برشلونة. الكرة بالرأس، التغطية الدفاعية من مولانا سواريز. راح سواريز وين تروح من أمام نوير ديزمون. كينغزلي كومان الفرنسي 24 سارة بابا وكومان. الله بالله عليكم، هل هذه برشلونة؟ بالله عليكم، هل هذا هو دفاع برشلونة؟ ترجع لليو كوتينيو. كوتينيو ليفاندوفسكي بالسيل وكوتينيو با جول. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة والسبعة بالسبعة والسبع أرواح. مازال بالراس كوتينيو بالثمانية. كوتينيو بالثمانية سلام.